بسم الله الرحمن الرحيم. كملين مع بعض في بوكليت 4 اللي هو امتحان دور تاني 2016. بيقول لك هنا رقم 18: في الشكل المقابل سلاسل اسلاك متوازيه يمر بها التيارات الموضحه بالشكل. احسب القوه المغناطيسيه المؤثره على المتر الواحد من السلك واي وحدد الاتجاه. عاوزين القوه المؤثره على السلك على المتر الواحد من السلك واي ونحدد الاتجاه. طبعا معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان احنا هنجيب الاف واي على الايه؟ على ال واي. يعني ايه؟ يعني القوة المؤثرة على المتر، يعني بتقسم على الطول بتاعه. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ عشان تجيب القوة المؤثرة على الواي، فانت عارف دلوقتي ان ده هيساوي ايه؟ الاف واي هتساوي البي في الاي وادي اللي تحت اهي. يبقى انت عندك دلوقتي البي اللي بتأثر على الواي سماها البي واي. ثواني معلش. البي واي اللي هي ناتجه من السلكين زد واكس سماها بي واي زد اكس، ومضروبه في التيار بتاع الواي. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نجيب البي واي زد اكس اللي هو البي عند الواي الناتج من الزد والاكس. يبقى احنا اول حاجه هنعملها هنجيب البي واي زد اكس. طيب نجيب البي واي زد اكس ازاي؟ هتجيب البي اكس هنا وتجيب البي زد هنا وتشوف هل هتجمعهم ولا تطرحهم. انت متوقع كده هل هتجمعهم ولا تطرحهم؟ انت عندك هنا السلك واي بين السلكين اللي هو اكس وزد، واتجاه التيار في السلكين في نفس الاتجاه، وبالتالي انا متوقع ان هنا هطرح ايه؟ هطرح كثافه الفيض الكبيره ناقص الصغيره. يبقى انا اول حاجه هعملها ان انا هجيب ايه؟ هجيب البي اكس، وبعد كده اجيب البي زد، بعد كده اشوف مين الاكبر اطرحهم من بعض واجيب البي واي اكس زد، وبعد كده اضربها في الاي واي. يبقى انا كده جبت الاف واي على ال اللي هي القوة اللي بتأثر على المتر الواحد من السلك واي. يبقى انا اول حاجة هعملها هجيب البي اكس. انت عندك البي عموما بتساوي ايه؟ بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي، وبالتالي البي اكس هيساوي الميو بكام؟ باربعة، او ممكن تسيبها زي ما هي وفي الاخر تبقى تعوض مرة واحدة. 4 باي في 10 والسالب 7 في الاي بكام؟ الاي اكس ب 2 على 2 باي في الدي اكس 5 سنتي اللي هي 5%، هيساوي طبعا دول هيروح مع دول هتفضل 2. عندك هنا فوق 2 في 2 ب 4 في 10 اس سالب 7 على 5%، هيطلع معاك 8 في 10 اس سالب 6 تسلا. بعد كده هتجيب البي ايه؟ البي واي البي زد قصدي، سمي دي بي اكس ايه؟ بي اكس واي، سمي دي بي زد واي. يبقى انت عندك هنا البي زد واي هتساوي ايه؟ هتساوي الميو ب 4 باي في 10 سالب 7 في الاي واي الاي زد اللي هي ب 10 على 2 باي في الدي 15 سم اللي هي 15 من 100، هيساوي طبعا نفس الكلام تشيل ده مع ده يتفضل 2 في 10 في 10 اس سالب 7 على 15 من 100. اكتبه زي ما هو، 1 على 7 75000 تسلا. بعد كده عشان نعرف برضو انه الكبير فاحنا لازم نشوف، هتلاقي ان ده اكبر من ده لان ده 10 مضروب في 10 سالب 5 يعني رقم، وبعد كده بوينت مضروب في 10 سالب 5 وده رقم، وبعد كده بوينت 0 مضروب في 10 سالب 6. طبعا 10 سالب 5 اكبر من 10 سالب 6 يبقى ده اكبر من ده، وبالتالي عندك هنا البي واي اكس زد بتساوي ايه؟ بتساوي البي زد واي ناقص البي اكس واي بيساوي ده ناقص ده. هيطلع معاك اكتبه زي ما هو ولا عادي بقى خلاص، 5 3 3 3 في 10 اس سالب 6 تسلا. جبت دلوقتي الفيض المؤثر هنا. طيب هو هنا بيقول لك حدد اتجاه، وبالتالي لازم احدد الاتجاه بتاع كثافه الفيض المحصله. طيب اتجاه بتاع كثافه الفيض المحصله هتكون في نفس الاتجاه بتاع الايه؟
بتاع الفيد الناشئ من الزد لانه الاطبق. طيب الفيد الناشئ من الزد هنا هيكون اتجاهه فين؟ من قاعده امبير اليد اليمنى الفيد الناشئ من الزد هيكون لاعلى، وبالتالي ده لاعلى يبقى ده هيكون لاعلى. بعد كده هنبقى نحدثها دلوقتي. المهم هنجيب دلوقتي الاف واي على ال هتساوي البي واي اكس زد اللي هي بخمسة وتلاتة تلاتة تلاتة في عشرة أس سالب ستة في الاي واي اللي هي بخمسة هيساوي هيطلع معاك اتنين وستة سبعة في عشرة أس سالب خمسة نيوتن لكل متر. متنساش تعمل نيوتن لكل متر دي، لأن هو هنا بيقول لك القوة المؤثرة المغناطيسية المؤثرة على المتر الواحد من الايه؟ من السلك واي. ممكن تسمي الاف واي على ال دي الاف داش بدل ما تكتبها كل شوية. المهم جبنا القيمة، بعد كده عاوزين نحدد الاتجاه. هتحدد الاتجاه ازاي؟ عندك دلوقتي حط كده ادي كثافة الفيض لفوق، هتيجي من قاعدة امبير من قاعدة فيلمنج اليد اليسرى، عندك دلوقتي ادي الفيض بتاعك لفوق، وادي عندك اتجاه التيار كده نعمله ازاي؟ كده ادي عندك الفيض لفوق واتجاه التيار كده، يبقى انت عندك القوه تبقى كده. يبقى انت عندك هنا اتجاه القوه عموديه على السلك وتؤثر نحو اليمين. السؤال اللي بعد كده رقم 19 بيقول لك هنا ايه؟ ما المقصود بنسبة تكبير التيار في الترانزستور؟ انت طبعا عارف ان البيتا اي بتساوي ايه؟ هي اسمها البيتا اي ولا البيتا بي؟ واحد نسى من منهج الصف الثاني عندهم بيتا برضو. بيتا اي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي سي على الاي بي. وبالتالي عندك هنا نسبة تكبير التيار، طبعا ده بيكون في دائرة البعث المشترك، بحيث ان يكون فرق الجهد ما بين المجمع و الباعث ثابت. وبالتالي هنا هتقول معنى ذلك او ما المقصود بنسبة تكبير التيار في الترانزستور، هتقول هو النسبة بين تيار المجمع الى تيار القاعدة عند ثبوت فرق الجهد بين المجمع وايه والباعث. ما المقصود بتيار الانتشار في الوصلة الثنائية؟ تيار الانتشار هو التيار الناتج عن انتشار الالكترونات الحرة من البلورة N الى البلوره بي، وانتشار الفجوات الموجبه من البلوره بي الى البلوره ان عند ايه؟ عند تلامس البلورتين. طبعا ممكن يسالك يقول لك ما المقصود بتيار الانتشار عكسه تيار الايه؟ الانسياب. فهتقول له تيار الانسياب هو التيار الناتج عن المجال الداخلي بين الايونات الموجبه على جانبي البلوره ان والايونات السالبه على جانبي او في منطقه البلوره بي على او عند موضع تلامس البلورتين، وهو ضد تيار الايه؟ الانتشار. فانت عندك ممكن يسالك على تيار الانتشار او تيار الانسياب، فانت عرفت كده. طبعا الجهد الحاجز بيوصل للقيمه بتاعته لما التيارين ايه؟ التيارين بيتساووا مع بعض وبيقف ايه؟ بيقف مرور التيار. رقم 20 بيقول لك اجب عن سؤال واحد فقط مما ياتي، اذكر استخدام الوحيده اللي انبوبه اشعه الكاثود بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في شاشات التلفزيون والكمبيوتر. اذكر استخدام الوحيده اللي الموجات الميكرومتريه بتستخدم في الايه؟ في الرادار. 21 أجب السؤال واحد فقط مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة. عند وضع قلب من الحديد المطوع داخل ملف له مقاومة أومية متصل بمصدر تيار متردد، فإن زاوية التور بين الجهد والتيار. عندك هنا ملف حس له مقاومة أومية ومتصل بمصدر إيه؟ متردد. يبقى أنت عندك الدائرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ملف حس اللي هو ليه مقاومة متصلة مع إيه؟ المفاعل السعوية بتاعته، وده الإكس سي وده الار ايه وده الار ال الاكس ال وده الار ال. فانت عندك دلوقتي الدايره فيها كانها فيها مقاومه وايه ومفاعله حسيه. وبالتالي انت عارف ان التان سيتا بتساوي ايه؟ التان سيتا بتساوي الاكس ال على الار ال. من هنا التان سيتا دي السيتا بتزيد كل ما الايه؟ كل ما الرقم ده يزيد. لو انت ما انتش مصدق
هات الآلة الحاسبة واعمل كده تان 30 هيطلع معاك بكام؟ بخمسة سبعة سبعة. لو خليت ده 40 هيطلع أكتر من كده، أهي بتزيد. وبالتالي عندك هنا بيقول لك هنا إيه؟ بيقول لك عند وضع قلب من الحديد المطاوع، لما تحط قلب من الحديد المطاوع إيه اللي هيتغير هنا؟ طبعًا الإكس إل هتتغير. ليه؟ لأن أنت عارف إن الإكس إل بتساوي 2 باي إف إل، وعارف إن الإل بتساوي الميو في الـ N تربيع في الـ A على الـ L، وبالتالي لما تحط قلب من الحديد المطاوع الميو بتاعتك زادت. طالما إن الميو زادت الـ L زادت، طالما إن الـ L زادت الـ XL زادت. لما الـ XL تزيد والـ R بتاعتك ثابتة لأن المقاومة ما بتعتمدش على الميو، وبالتالي المقدار ده هيزيد وبالتالي السيتا بتاعتك هتزيد، يبقى أنت عندك هنا تزداد. رقم 2، اختر الإجابة الصحيحة. إذا كانت الدائرة موضحة بالشكل في حالة رنين، الدائرة دي في حالة رنين، فإن تردد المصدر، طبعا الدائرة في حالة رنين إمتى؟ لما يكون الـ XL بتساوي الـ XC، طب الـ XL بتساوي 2 باي FL، والـ XC بتساوي 1 على 2 باي FC، وبالتالي الـ F هنجيبه في طرف لوحده هيساوي إيه؟ 1 على 2 باي جذر التربيع للـ L في الـ C، هيساوي، هذه الآلة الحاسبة، 1 على 2 شيفت باي الجذر التربيعي، الـ L بكام؟ الـ L بخمسين ملي هنري، 50 في 10 أس سالب 3 في السي 1/10 في 10 أس سالب 6 هيطلع معاك بكام؟ ب 2.25 2.25 كيلو هرتز. السؤال اللي بعد كده رقم 22 بيقول لك اكتب المصطلح العلمي أقل كاف وكاف أقل كم من الطاقة يلزم تحليل الإلكترون من سطح المعدن دون إكسابه طاقة حركة. طبعا ده إيه؟ دالة الشغل، دالة الشغل في سطح المعدن. رقم 23، ما العناصر الأساسية لإنتاج الغاز؟ عندك 3 عناصر أساسية، أول حاجة الوسط الفعال، تاني حاجة عندك مصادر الطاقة، وعندك تالت حاجة التجويف الرنيني. عندك تجويف رنيني داخلي وتجويف رنيني خارجي. رقم 24، قارن بين قاعدة لينز وقاعدة فيمنج اليد اليمنى من حيث الاستخدام. قاعدة لينز تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحث المتولد في ملف عند تعرضه أو عندما يتغير الفيض المغناطيسي الذي يقطعه، بينما قاعدة فيمنج اليد اليمنى بتستخدم في تحديد اتجاه التيار الكهربي المتولد في سلك مستقيم موجود او موضوع عموديا على ايه؟ على مجال مغناطيسي. يبقى انت عندك دلوقتي ده الايه؟ المقارنه بين الاثنين. السؤال اللي بعد كده خمسة وعشرين بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الممنعه التي يلقاها التيار المتردد في دائره تحتوي على ملف حس مكثف مقاومه اوميه. طبعا دي المعوقه. رقم 26 بيقول لك من الشكل المقابل وباستخدام قانوني كيرشوف اكتب معادلات التغير في الجهد عبر المسارات الاتيه. هناخد كل مسار ونكتب معادلات الايه؟ معادلات التغير في الجهد. طبعا معادلات التغير في الجهد معناها ايه؟ معناها ان انت عندك هتستخدم قانون كيرشوف. كيرشوف ايه؟ كيرشوف الثاني، لان هنا باستخدام قانوني كيرشوف اكتب معادلات التغير في الجهد عبر المسارات دي. طبعا اول حاجه هتعملها اللي انت هتبص الاول تشوف التيارات. عندك هنا اي 1 اي 2 الاي 3 مش محدد اتجاه، فانت هتفرض الاتجاه بتاعه، هتفرضه كده مثلا. بعد كده هتيجي عند النقطه دي وتجيب التيار اللي ماشي هنا. التيار اللي ماشي هنا هتقول هنا سيجما بتطبيق قانون كيرشوف الاول عند نقطه سي. فانت عندك مثلا نسمي ده ايه؟ اي 4. يبقى انت عندك هنا سيجما الاي بتساوي 0، يبقى انت هنا عندك الاي 4 بيساوي ايه؟ الاي 4 بتساوي عندك دلوقتي ده داخل والاثنين دول خارجين، يبقى الاي 4 بتساوي الاي 1 ناقص الاي 3. برضه في نفس الكلام هتطبقه عند نقطة ايه وتجيب هنا ايه؟ الاي 5.
طبعا وانت في المعادلات بتعوض بالاي 1 ناقص اي 3 وخلاص يعني، بس عشان هنا ايه نجيب الكلام ده. يبقى الاي 5 برضو بتساوي كام؟ بتساوي من هنا عندك الاي 3 داخله والاي 2 داخله، يبقى الاي 5 بيساوي الاي 2 زائد الاي 3. المهم بعد كده هنيجي نطبق بقى قانون كيرشوف الثاني بتطبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار بي سي دي بي سي اي بي. ادي عندك بي سي اي بي، عندك سيجما في بي بيساوي سيجما الاي في الار. سيجما في بي، هل عندك هنا في بي؟ لا ما عنديش. يبقى انت عندك هنا صفر بيساوي سيجما الاي في الار، عندك هنا 4 في الاي 1. طيب هطبق بقى ازاي؟ هتفرض برضو هنا الاتجاهات، فاحنا نفرض الاتجاه بتاعنا كده، هو هنا قايل لك بي سي اي بي، خلاص هو فرض الاتجاه كده. يبقى انت عندك دلوقتي الاي 1 في الاربعة، 4 اي 1. الاي 3 انا فرضه في نفس الاتجاه بتاع المسار، وبالتالي هاخده بالموجب زائد 15 اي 3. عندك هنا الاي 2 في عكس اتجاه المسار، يبقى ناقص 2 اي 2، كل ده بيساوي صفر. هتظبط المعادله بتاعتك، ما انا عامل صفر هنا، هتظبط المعادله بتاعتك بحيث ان يبقى اي 1 اي 2 اي 3 عشان ما تستخدم الاله الحاسبه. يبقى انت عندك 4 اي 1 ناقص 2 اي 2 زائد 15 اي 3 بتساوي صفر. ده اول معادله. تاني حاجه هتطبق على الايه؟ المسار اي بي اي دي اف اي، هتقول برضو تطبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار كذا، سيجما في بي بتساوي سيجما الاي في الار. بعد كده تبدا تطبق. طبعا المسار بتاعك بادئ منين؟ اي بي اي دي اف اي، يبقى كده. وبالتالي هنبص هنا في المسار ده هنلاقي فيه بطاريه، هنحط البطاريه دي فرق الجهد او قوه الدفع الكهربائيه بتاعتها ب 13 بيساوي. عندك دلوقتي من الحته دي كلها مفيش ايه؟ مفيش حاجه ماشيه، وبالتالي مفيش مقاومات. عندك هنا الاي 2 مضروبه في الاثنين، يبقى انت عندك هنا 2 اي 2. عندك هنا الاي 5 اللي هي كام بقى؟ اللي هي اي 2 زي الاي 3 مضروبه في ايه؟ مضروبه في الاربعه. بيساوي ايه؟ بيساوي 13 اي. بعد كده هتفك المعادله دي، 4 اي 2 زي 2 اي 2 ب 6 اي 2 زائد 4 اي 3، كل ده بيساوي كام؟ 13. دي المعادله الثانيه. بعد كده هتيجي بقى تطبق قانون كيرشوف الثاني على المسار الاخير اللي هو الـ A B C D F A، نفس برضو الاتجاه بتاعك اللي هو ده، برضو نفس الكلام تطبيق قانون كيرشوف الثاني على المسار اللي هو قايله ده، هو سيجما في بي بتساوي سيجما الاي في الار. وتيجي ايه تكتب عندك دلوقتي نفس الكلام، البطاريه 13 بتساوي، عندك دلوقتي هنا في اي 1 مضروبه في الاربعه، وعندك دلوقتي الاي 4 مضروبه في الثمانيه. طب الاي 4 بتساوي ايه؟ الاي 4 كانت بتساوي اي 1 ناقص اي 3، يبقى انت عندك هنا زائد اي 1 ناقص اي 3 مضروبه في ايه؟ في الثمانيه، كل ده بيساوي 13. هنظبط المعادله دي، عندك 4 اي 1 زائد 8 اي 1، 4 و8 بكام؟ ب 12، يبقى 12 اي 1 سالب اي 3 في 8 يبقى سالب 8 اي 3، كل ده بيساوي صفر. يبقى انت عندك هنا كل ده بيساوي 13، معلش مش عارف فين 13. يبقى دي المعادله الثالثه. تيجي للآلة الحاسبة، طبعا احنا كده كتبنا المعادلات، باستخدام المعادلات بقى عاوزين نحسب شده التيار اي 3 اللي هو هنا. يبقى انت هتيجي مود 5 3 مش 3 كام؟ 5 كام؟ 2. هتحط المعادلات بتاعتك، عندك 4، لاحظ ان انت لازم يكون عندك اي 1 اي 2 اي 3، هنا مفيش اي 1 بس في اي 2 واي 3، هنا اي 1 واي 3. وبالتالي هتيجي هنا عندك اول معادله 4 سالب 2، 4 سالب 2 15 0، 15 0. المعادلة التانية مفيش اي 1 0، 6 اي 2 6،
أربعة تلاتة أربعة تلاتاشر. المعادلة التالتة اتناشر أي واحد صفر أي اتنين سالب تمانية أي تلاتة تلاتاشر. هيطلع معاك الاي واحد بتلاتاشر على اتناشر، الاي اتنين بتلاتاشر على ستة، الاي تلاتة بصفر. يبقى انت عندك هنا باستخدام الآلة الحاسبة لحل المعادلات واحد واتنين وتلاتة الاي تلاتة بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. بس كده. السؤال اللي بعد كده رقم 27 بيقول لك بلورة سيليكون مطعمة بذرات فوسفور بتركيز، طبعا فوسفور عنصر خماسي التكافؤ، وبالتالي البلورة الناتجة هتبقى ايه؟ هتبقى ان طيب. يبقى انت عندك بلورة سيليكون مطعمة بذرات فوسفور بتركيز كذا، يبقى انت عندك ده ال ان دي موجب، وطبعا عندك ال ان دي موجب بيساوي ايه؟ بيساوي ال ان اللي هي عدد الالكترونات الحرة. بيقول لك احسب تركيز الالكترونات الحرة، عاوز ال ان اي في بلورة السيليكون النقية، إذا علمت أن تركيز الفجوات في البلورة المطعمة عندك البي بتساوي كذا. عندك البي وعندك الإن، وأنت عارف أن الإن أي تربيع من قانون فعل الكتلة بيساوي البي في الإن، سواء في شبه الموصل النقي أو شبه الموصل الشائب. وبالتالي هتيجي هنا يبقى الإن أي بتساوي الجذر التربيعي للبي اللي هي 10 أس 11 في الإن اللي هي 4 في 10 أس إيه؟ أس 12 هيساوي الجذر التربيعي 4 في 10 أس كام؟ أس 23. مش عارف الأرقام الغريبة دي. طب ما تكتبها رقم 100 في ينفع يطلع رقم صحيح؟ مش فاهم. 6 3 2 وخلاص في 10 أس 11 سنتيمتر أس 3. السؤال اللي بعد كده رقم 28 بيقول لك أجب عن سؤال واحد فقط مما يأتي، ماذا يحدث لي الملفين الزنبركيي في جهاز الجلفانومتر الحساس عندما يمر التيار في ملف؟ هتقول عندما يمر التيار في ملف الجلفانومتر الحساس فإنه يتولد فيه عزم ازدواج، يعمل على دوران الملف فيتولد في الملفين الزنبركيي عزم لي يعاكس عزم الازدواج المتكون في الملف، وعندما يتساوى عزم الازدواج المتكون في الملف مع عزم اللي المتكون في الملفين الزنبركيين يثبت المؤشر عند قراءة معينة. رقم 2، ماذا يحدث لي قيمة فرق الجهد المقاسة بين نقطتين في دائرة كهربية عند زيادة قيمة مضاعف الجهد في الفولتميتر المستخدم للقياس؟ قيمة فرق الجهد المقاسة بين نقطتين في دائرة كهربية عند زيادة قيمة مضاعف الجهد في الفولتميتر المستخدم للقياس. لاحظ هنا في السؤال ده ان هو بيقول لك قيمة فرق الجهد المقاسة، مش أقصى قيمة لفرق الجهد اللي الفولتميتر يقدر يقيسه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي انت عارف ان الفولتميتر بيبقى عبارة عن ايه؟ عن الار جي وادي الار ام، ده الجهاز بتاع الفولتميتر. لما انا ازود الار ام واحطه، لما احطه مثلا في دايره بقيس فرق الجهد ايه؟ بين طرفي مقاومه هنا في دايره، والدايره دي متصله، تعالى كده عشان تفهمها اهي. ده عندك دايره معينه، ده عندك ار واحد وده ار اتنين، حطيت هنا فولتميتر بقيس فرق الجهد ده. بيقول لك هنا لما زود الار ام، لما تزود الار ام ايه اللي هيحصل؟ المقاومه بتاعت الجهاز هتزيد، يبقى الار فولتميتر هتزداد. طيب لما الار فولتميتر تزداد، لما الار فولتميتر تزداد ايه اللي هيحصل؟ الار فولتميتر على التوازي مع الار واحد، وبالتالي المقاومه الاثنين دول هتزداد. طيب لما المقاومه الاثنين دول هتزداد ايه اللي هيحصل؟ فرق الجهد المقاس هيزيد، لان انت عندك هنا لما بيكون في دايرة كهربية فأنت فرق الجهد اللي هو الـ V على أي مقاومة بيتناسب إيه؟ بيتناسب مع قيمة التيار، مع قيمة قصد المقاومة اللي إيه؟ اللي فيها عند ثبوت الـ I طبعًا. بس كده كده الـ I هيتغير في الدايرة،
بس قيمة فرق الجهد نفسه اللي هيتقاس هيزيد، لأن أنت لو قسمت، واحد هيقول لي طب أنا افرض المقاومة مش على التوالي، يعني احنا هنا فرق الجهد هنا بنقول ان هو بيتناسب مع الار لان التيار متساوي، لو مش على التوالي هي نفس الكلام، هتاخد شوية المقاومات اللي على التوازي كأنهم مقاومة واحدة، ما انت كده كده بتقيس فرق الجهد عليهم، وبالتالي كده كده برضو فرق الجهد ايه هيزيد، لان انت عندك التيار المقاومة الكلية هتزيد. المهم لما تزود الار ام المقاومة بتاعت الفولتمتر بتزيد، وبالتالي فرق الجهد المقاس هيزيد. هو هنا ما مش قصده، هي كده كده لو انت قلت يزداد على، يعني بفرض اللي انت بتحسبه بيقول لك ان الفي اللي هي اقصى قيمه فرق الجهد اللي هي بتساوي الفي جي زائد الاي جي في الار ام، لو انت قلت ان الفي هتزداد لان الار ام ازدادت، فانت كده برضو ايه انت صح، يعني الاجابه بتاعتك صح، بس انا عايزك تفهم ليه ازدادت مش ازدادت. هو هنا بيقول لك فرق الجهد المقاس مش اقصى قيمه لفرق الجهد، هو عامه الفي بتساوي ايه لو انت جبتها من المعادله دي برضه، لما ده يزيد ده بيزيد، سواء اقصى فرق جهد او اقل فرق جهد او اي فرق جهد، بس انا عاوزك تفهم ليه بتزيد بس، يبقى هنا تزداد. رقم 29 بيقول لك متى يكون فرق الجهد متاخر عن التيار بمقدار 90 في دائره تيار متردد تحتوي على ملف لولبي عديم المقاومه، ملف لولبي عديم المقاومه يعني عنده اكس ال بس ومكثف متصل على التوالي، ودي اكس سي. يبقى انت عندك دلوقتي اكس ال، ثواني معلش. المهم انت عندك دلوقتي اكس ال واكس سي متصلين على التوالي، لما نيجي نرسم التمثيل بتاع ده بنرسمه ازاي؟ ادي عندك الفي ال، وادي عندك هنا ادي الفي سي، وادي عندك الار. بيقول لك هنا يكون فرق الجهد متأخر عن التيار بمقدار 90 درجة. فرق الجهد متأخر عن التيار، عشان يكون متأخر عن التيار فأنت هنا محتاج إن الفي سي تكون أكبر من الفي ال، يعني يكون المنحنى بتاعك عبارة عن كده، في سي ناقص في ال ده بالموجب، وعندك ده أي. وبالتالي هتقول له هنا عندما يكون فرق الجهد، يا ربنا طبعا هما الاتنين على التوالي، فأنت عندك في أي هنا، مش عارف الناس بتتعارك ليه، ثواني بس معلش. فانت عندك دلوقتي لو الفي سي اكبر من الفي ال، يعني معناها ايه؟ معناها انت عندك التيار فيهم متساوي، يبقى انت عندك هنا الاي اكس سي اكبر من الاي اكس ال، الاي هيروح مع الاي، يبقى الاكس سي اكبر من الاكس ال، يبقى انت عندك هنا تكون المفاعله السعويه اكبر من المفاعله الحسيه، ده اول حاجه، او ان يكون الملف ملفوف لفا مزدوجا، وبالتالي التاثير المغناطيسي بتاعه هيروح، وبالتالي يمكن اهمال ايه قيمه ال اللي بتاعته، وبالتالي كان الدائره ما فيهاش غير ايه غير الاكس سي بالشكل ده. رقم 30 بيقول لك اكتب المصطلح العلمي مقدار القاف د الكاف المستحثه المتولده في ملف عندما تتغير شده التيار المرفي بمعدل 1 امبير للثانيه، عندك دلتا اي على دلتا تي بتساوي 1 امبير للثانيه. بيقول لك هنا ان الاي ام اف انت عارف طبعا في الملف بتساوي ايه؟ بتساوي ال دلتا اي باي دلتا تي، وبالتالي ده لما يكون بواحد وده يكون بواحد، لا هنا بيقول لك مقدار، ده لما يكون بواحد فانت عندك هنا ال هتساوي الاي ام اف، وبالتالي ده ايه؟ معامل الحث الذاتي للملف. رقم 31 بيقول لك اذكر الفكره العلميه التي بني عليها عمل دائره الرنين. دائره الرنين الفكره العلميه اللي هي حاله الرنين اللي هي تساوي المفاعله السعوية مع المفاعلة المكثف مع المفاعلة الحسية للملف، وفي هذه الحالة تسمح الدائرة لا تسمح الدائرة إلا بمرور التيار الذي تتناسب التيار الذي تتساوي بتاع تردده مع تردد الدائرة أو يكون قريب منها. رقم 32 متى تكون ذرات الوسط الفعال لإنتاج الليزر في حالة الإسكان المعكوس؟ طبعا عندما يكون عدد الذرات المصارة في مستوى الإثارة أكبر من عددها في المستوى الأدنى. رقم 33 ماذا يحدث للطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترونات الحرة عند زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط في الميكروسكوب الإلكتروني؟ طبعا أنت عارف إن الطول الموجي اللي هو اللمدة بيساوي إيه؟ بيساوي الإتش على الإم في الفي. طيب ما أنت عارف برضو إن لما فرق الجهد
او العلاقه بين فرق الجهد وبين الكاينتيك انرجي بتساوي ايه؟ الكاينتيك انرجي بتساوي الاي في الفي، والكاينتيك انرجي في نفس الوقت بتساوي نص ام في سكوير. طبعا شحنه الالكترون ثابته وكتله الالكترون ثابته، وبالتالي لما تزود الفي معناها ان انت زودت الكاينتيك انرجي، معناها ان انت زودت دي في سكوير، معناها ان انت زودت السرعه. لما تزود السرعه هيقل الايه؟ الطول الموجي. هتقول له هنا يقل الطول الموجي تبعا لانه بزياده فرق الجهد بين المصعد والمهبط تزداد طاقه حركه الالكترونات فتزداد سرعتها، وطبعا لمعادله دي براولي فانه بزياده سرعه الالكترونات او بزياده سرعه الجسم يعني يقل الطول الموجي المصاحب لحركته. هنكمل بقى باقي الاسئله، فاضل 12 سؤال هنكملهم في الفيديو الجاي. توفيق، السلام عليكم.